حلقة جديدة من برنامجنا على قد الإيد، وأكلتنا اللي كلها إن شاء الله على قد إيدينا. معانا أكل الدفي كده النهاردة ولذيذة إن شاء الله تعجبكم. معانا كام وصفة كده، منهم أولهم الغدا ده، عاملين غدا على بعضه ومركب لكم على بعضه. يعني إيه؟ أنا هعمل النهاردة كبدة بانيه زي بتشتروها كده من بره، اللي هي بالإيه، كبدة بالردة، مش بانيه، بالردة مقلية، ماشي؟ ما فيهاش بيض، هي كبدة بالردة، تمام؟ طبعا بتشوفوها بكل حته، اللي بيبيع كبده وسجق، بيبيع كبده ومخ والكلام ده، احنا عاملين كبده بس. كبده دي ناكل جنبها ايه؟ بطاطس مشويه. ناكل جنبها ايه كمان؟ وسلطه الطحينه بالخضره. دي كده المنيو بتاع النهارده، والعيش البلدي. خلاص كده اكله متكامله. كبده بالرده، بطاطس مشويه، والايه؟ سلطه الطحينه اللي بالخضره، دي عشان ايه؟ بتزود قيمه غذائيه للاكله يعني. وعيش بلدي طبعا. مش هعمله النهارده ولكني جايباه جاهز، يعني عايزين تعملوه اعملوه خير وبركه. بس لقيت في شغل كتير كده النهارده، قلت لا يعني ايه، خلي العيش ده لما تكون الاكله بسيطه قوي نعمل جنبها العيش. الكبده اللي بالرده بتاعت النهارده دي عباره عن ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه. كبده تجيبيها وقطعها شرايح، في بيقطعها رفيع قوي، وفي بيبقى فيها سنه تخينه شويه، مش مشكله مش مشكله، بس ما تبقاش تخينه قوي. طبعا كل ما تكون رفيعه كل ما تكون احلى واشطر صراحه. الجزار اللي بيقطعها رفيع ده بيبقى اشطر يعني. فعندي هنا كبده رفيعه بحاول قدر الامكان، وتوم وخل وكمون وملح ورده ودقيق، ده كل الموضوع. مفيش خل هنا، في خل يا شباب، ده الخل ده عامل اساسي. اول حاجه نقول بسم الله. دي انا هعمل حاجه حاجه يعني، فخلينا ايه دلوقتي، احنا دلوقتي في الكبده. خلاص الكبده نخش على اللي بعديها عشان ما تتهوش مني، تمام؟ فاول طبعا هو في الاول بتعملي بطاطس، ما تعمليش الكبده، بس انا هعمل الكبده الاول. بس في الاول احنا بنعمل الاكل كده، الترتيب في العمايل ايه؟ ان انا اعمل البطاطس الاول، لان هي بتاخد في الفرن وقت عن الايه؟ عن الكبده. طب ايه رايكم نعمل البطاطس الاول؟ نعمل البطاطس الاول عشان برضه ايه، كانكم في البيت بالظبط، عشان ما ركنهاش تبرد. دايما احنا بنعمل اكلنا زمان عودونا على كده، ان احنا كنا مثلا لما بنعمل الاكل بنسيب اخر حاجه عايزينها سخن، زي الرز مثلا بنطبخ نبدا نعمل ترتيبات. اول حاجه نسلق اللحمه، تاني حاجه نعمل الخضار، اخر حاجه بنعمل الرز، والرز بيستوي بنعمل السلطه. فالترتيب ده مهم جدا، مش اللي قدام اعمله وخلاص، لا بنرتب عشان تطلع الحاجة مظبوطة وكله يتقدم سخن. فنفس الحكاية هنا في الموضوع ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. البطاطس أول حاجة، بس ممكن تعملي حاجة احنا تنقعي بس الكبدة الأول وبعدين تروحي تعملي البطاطس دي، عشان إيه؟ تاخد منك وقت أكتر. بس أنا ملخبطكيش، هقول لك اعملي إيه. يعني الأول انقعي الكبدة وبعدين اعملي البطاطس، ارجعي الكبدة تاني، وبعدين في الآخر خالص بنعمل سلطة الطحينة واحنا بنحمر. خلصت خلاص، بس كده تمام. انا هاخد هعمل لكم بطاطس الاول، بس برضو هنقع الكبده برضو حبه خل بس. يعني هنعمل كده ولا نقعها كلها؟ ادي الكبده احنا نزلنا مقاديرها معاكم اهو. تعالوا نعمل زي نعمل في البيت بالظبط، ناخد كده الايه، اعطيكم المنيو اهو عشان اللي عايز ينفذ معايا المنيو ده ينفذه. وشويه خل، معلقتين خل كده كبار، ماشي، استني عليهم ثواني كده. بص لونها بيعمل بيفتح كده شويه من الخل، وكده بتستوي اسرع تبقى طريه. ثوم مفروم، ملح، سكر،
سنة فلفل، كمون، وده كل الموضوع. تبلنا، انا كنت هسيب التتبيل عشان اعمل لكم الوصفه كلها على بعضها، بس لا خليني كده معاكم زي في بيتنا بنعمل. ننقع كده التتبيله ونركنها. وسيبيها بقى ايه تتشرب مع نفسها شويه. تعالوا بقى هنا ناخد الايه البطاطس. كده خلصنا خلاص من تتبيله الكبده. ايه تتبيله الكبده؟ ولا حاجه، كبده عليها شويه خل، معلقتين ثلاثه كده من الخل، ملح، فلفل، كمون، وتوم. ملح، فلفل، كمون، وتوم، خلاص بس كده. فلفل بسيط قوي مش كتير، بس ما تحطش على الكبده فلفل، بس انا بحب احط عليها فلفل. تمام كده. تعالوا بقى هنا ناخد الايه البطاطس. تعالوا دلوقتي علشان نعملها. التوم ده ممكن نعوزه، خليها نعوزه في حاجه تانية. يبقى هنا فاضل لي هنا ايه الدقيق والرده والزيت طبعا للقلي، انا حطها على النار. تعالوا بس ناخد، بص انا هوفر زيت فهعملها مشويه. تمام، هناخد بقى كده بطس اليومين دول حلوه حلاوه، موسم البطس اليومين دول جميله جمال يعني ما حصلش. بقشرها بقشرها عادي، عايز قشرها قشريها، بس بقشرها عادي نغسلها بس كويس قوي كده ونقشرها، وما نقشرهاش لو انت مش عايزه. عايزه تعمليها رفيعه اعمليها رفيعه، عايزه تعمليها ايه، وطبعا كل ما هتكون سميكه اكتر كل ايه ما هتكون بتاخد وقت في الفرن اكتر، فانا مش هخليها تخينه قوي. عايزه تصغري عن كده صغري، عايز تعمليها نص كده اعملي، عايزه تسيبيها طويله كده هتبقى طويله كده. ببقى فرحانه ببطسيها وهي طويله. فكرني كده ايه الواحد لما يكون زارع حاجه بكون بطلعها من الزرع، انا بزرع جوه حاجات صغنونه كده، فلو غذيتي الزرع كويس بيطلع بطسيها تبقى فرحه بقى. عايزه اقول لكم الواحد بيطلع من الارض كده البطسيه دي تحفه، لو بطلعها صغنون كده كبير شويه صغنن، بس مش مهم بفرح بيها برده. بس لو مغذيه بقى ومهتميه قوي تطلع كبيره، بس عايزه متابعه بقى. ماشي، انا عاملاها كده اهو، عايزين ترفعوا رفعوا عادي كده كده. انا هحط لها زيت وملح وفلفل، فعجبك كده مش عاجبك عايز تصغري براحتك خالص. بس عايزه اقول لكم انا بعملها ايه، يعني انا بعمل الفرن معامله القلايه الهوائيه، هي هي، ما هو القلايه الهوائيه فرن صغير بس، ما تحيروش نفسكم يعني، هو فرن صغنن قوي وفيه هوا. فنفس الموضوع لو انت عندك الفرن ده هو بمروحه، هو هو بس هي بقى بتوفر ممكن في الكهرباء ولا حاجه، يعني اللي ما عندوش ما يزعلش، عنده فرن يقوم بالواجب. ماشي، هوريكم دلوقتي هتعجبكم جدا، وكمان الطريقه دي بتوفر في الزيت فحلوه جدا بقى. والتقطيع اللي انت عايزاه، بص مرفعه اهو اهو شايفين، بطاطسيه قمر اهي، مش عايزاها اتخن ارفع زي ما انت عايزه. التقطيع هنا مش هتضايقنا في حاجه. خليها كلها زي بعضها، نحاول قدر الامكان. طبعا لو انا عايزاها كلها قد بعضها قوي بنعمل البطاطسيه مربعه وبعدين ايه وبعدين نقطعها، يعني زي المطاعم ما بتعمل كده. نعملها مربعه ازاي؟ اقول لك بيعملوا ازاي بقى. بيجيبوا دي كده، وده طبعا مش بيترمي، ده بيتسلق اللي انا بربعه ده وكده. يعني بكون ناويه اعمل بس مثلا بطاطس، ناويه اعمل بطاطس مسلوقه
هو مش ناوي، هو لازم اعمل، لو انا هعملها بالطريقه دي اشيل دول بس هنا كده واوريك دلوقتي حالا بالا ساصارع اسد، انما ايه متوحش. يا سلام. طرب 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 يا رب ربنا. انا هنا بعمل ايه؟ بربع لكم بس دي، انا بوريكم لو حبيتوا تربعوا وتعملوا كل المقاس زي بعضه، تمام؟ انا هنا عملتها المقاس العادي البلدي بتاعنا، انما في المطاعم بيربعوها عشان شكلها حلو. طبعا الحاجات دي كلها مش بتترمي في المطاعم، الله اعلم بيعملوا ايه. انا بعملها لما اكون ناوي اعمل ده يعني، وعندي ضيوف وعايزه اتشيك قدامهم واعمل حركات يعني، واعمل بطاطسيه مربعه كلها قد بعضها، ده كله بيتسلق يتعمل بس مهروسه، تمام؟ بس ممكن تشيليها عادي، ناخد ده كده. ونستعمل ايه بقى؟ ونستعمل طبعا ما انا ما بستخسرش فيها حاجه، كده كده بظبطها قوي، لان كده كده كل ده باخده بقى اعمله بطاطس مهروسه، بعملها وردات، بعملها حاجه برده بخليها ايه محترمه يعني، مش بسيبها كده. وكده يبقى عندي ايه؟ ادي كده البطاطسيه بالمنظر ده مربعه كده. فلما اجي بقى اعمل الصوابع تطلع كلها قد بعضها، ما تطلعش حته رفيعه وحته ايه ليها بوز وحته ما لهاش بوز، لا بتبقى بصوا كده وهنا كده، فيطلع كله مستطيلات، ما فيش حاجه فيها ايه فيها بوز بقى، كله مستطيل بالشكل كده، شكلها شيك صح؟ حلو. بس ده كله بقى بناخده نعمله ايه؟ بناخده نسلقه. انا مش هسلقه دلوقتي، بتكلم كلام، انا كنت كل مجموعه على بعضها. انا هاخده كده واحمره هو كمان. ضحكت عليكم. لا ما انا بقول لكم اهو، هو لو كله لو انا من الاول عملتها كده كنت هلم كله 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 واروح حطها على النار ايه يتسلق، واعمل لكم المره الجايه المره الجايه. طول العمر. تعالى بقى عملنا كده شويه ملح، ماشي كده عشان تبقى الملاحه جاهزه، وسنه فلفل ماشي، وشويه زيت. شويه زيت قد ايه؟ يعني ربع كوبايه كده ولا حاجه. ما انا بقول لك هو مش بتتكلف كتير يعني، مش بوفر زيت كتير جدا طبعا عن التحمير، بس مش قليل قوي يعني، برضو بحط لها حب ربع كوبايه زيت، تلت كوبايه زيت، المهم ان هي هتبقى هيصانه في الزيت كده. ليه بقى؟ ليه؟ عشان ما تلزقش في الصينيه، عشان ما تلزقش في الصينيه. انا هحط بس جوانتي عشان اقلبها بايدي كده، ونحطها في صينيه بقى وندخلها الفرن، ونرجع بقى ايه ده؟ ونرجع بقى نعمل ايه؟ ونرجع بقى ان شاء الله نحمر الكبده. هنحمر الكبده في ايه بقى؟ في رده ودقيق، في الاثنين مع بعض، مش رده لوحدها، عشان كنا زمان ساعات بنعملها ايه؟ في رده بس، فتطلع خشنه وغامقه غير اللي بنجيبها من عند الراجل خالص، لغايه بقى ما ايه؟ اكتشفت. حطوا دقيق على الرده. الحشريه حلوه برضه، ساعات بتبقى حلوه. لما اكون بشتري اي من اي حد حاجه ببقى جوه الطاسه عنده، جوه مطعمه، جوه فرنه، جوه جوه عنده كده، ما بسيبوش. ده من زمان، ده من زمان وانا كده، مش دلوقتي بس. كده تمام اهو. لازم بقى تبقى كل واحده فيها ايه؟ كميه زيت محترمه وملح وفلفل. عايز تحطي كمون حطي كمون برضو حلو. وما يتحطش فوق بعضه، لازم يبقى متوزع. انت بقى من هنا ورايح بطس حلوه في الايام دي اللي جايه دي، فاعملي ايه؟ خلي صينيتين مخصوص للبطاطس، بس اغسليهم كل مره عشان ما يسودوش. اغسلي يعني اعملي صينيتين يبقوا فاضيين كده ايه، او صينيه طبعا حسب المقدار اللي انتوا بتستعملوه للبطاطس بقى، بدل ما تحمري في الزيت اعتمدي الطريقه دي ان شاء الله يعني.
يا مريم. ده اديني مريم. مريم يا مريم، ازيك يا مريم؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. انا بحبك قوي يا شيخ. حبيبتي ربنا كمان بحبك قوي يا مريم. انت عامله ايه؟ الحمد لله كويس. الجو عندكم عامل ايه؟ نص نص. نص نص، جميل اكيد جميل. ماشي يا حبيبتي، قولي لي يا مريم. ساعة. ساعة شوية. الحمد لله، الحمد لله، كله حلو الحمد لله. قولي لي يا مريم بقى، ايه سؤالك؟ لا انا كنت بتصل بسلم عليكي بس. حبيبتي صباح الفل عليكي وتحياتي اهل اسكندريه الجميله كلهم. شكرا جدا ليكي. بص بقى انا هحط كده ايه، كده خلاص قلبتهم كلهم في زيت كويس كويس، وابدا ان انا ايه احطهم بقى في الفرن فوق وتحت عادي، وابدل فوق وتحت عادي. هو مال البتاع ده طالع فوق كده ليه؟ مين لعب في فرني وانا مش هنا؟ حاضر 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 ماشي اهو، هحطهم في الفرن دلوقتي. هطلع فاصل وهستناكم بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد الايد، على قد الايد. ورجعنا من الفاصل. رجعنا من الفاصل، البطاطس في الفرن تقعد لها حبه، مش كتير والله، عادي يعني هتتحمر عادي. الفرن على اخره فوق وتحت، نار عاليه جدا من فوق، اعلى حاجه عندك في الفرن يعني، ولعيها فوق وتحت وايه وحطي الحاجه بس كده تمام. طيب تعالوا بقى دلوقتي هنعمل ايه. كنا احنا عاملين الكبده، كبده اللي برده، عملنا ايه؟ هقول تاني. انا هنا حطيت الكبده عليها شويه خل، يعني مثلا نص كيلو عليهم ثلاث معالق كبار من الخل، قولي ربع كوبايه ماشي، عليها توم وملح وفلفل وكمون. توم وملح وفلفل وكمون، غنوه غنوه مع الخل. خلاص الخل كده بسيبه بس ثواني واروح مجمعها عليه كل ايه التتبيله دي، وبسيبها قد ما تقدري، ربع ساعه، نص ساعه، ساعه، اي وقت انت عايزاه يعني. كل ما تطولي كل ما هيكون والله تبلتيها قبلها بيوم خير وبركه، حلو جدا يعني. كلها بتتبل بتطلع معاكي مظبوطه وتستوي بسرعه تمام. طيب ايه بقى اللي هنحط فيها؟ عندي مثلا كوبايه من الدقيق، عليها مثلا كوبايتين من الرده، تمام. نلبس برضو جوانتي تاني. طب بيتنا ما بعملش كده اكيد يعني، انا هحلي كل شويه جوانتيات بس هنا عشان ما الفش يعني واغسل ايديا. ماشي هنجيب بس ايه يختي، وبشتري من واحد تاني. اشتري من حد تاني بتاع جوانتيات. طب ما عندنا واحد كبير اهو قوي، شحتين. ده واسع، ده مرحرح، ده مش هيحصل له حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. بص ما تقلقش عليها، لسه قدامها قولي ربع ساعه كده ولا حاجه. ادي كده الدقيق مع الرده، دي بقى بتخلي لونها فاتح وطريه ومظبوطه، اللون ده شايفينه حلو كده اهو تمام. هجيب بقى كبده كده حطها هنا كده، اسهل طريقه، اسهل طريقه، مش هعمل واحده واحده ولا حاجه. واروح مقلبها كده معاها اهو، وفرفرها ولا هبني واحده واحده ولا الكلام ده خالص اهو كده، وافتحيها كده قوي كده وغطيها بالايه كده كده بس، افتحيها ما تخليهاش حته متنيه، كل واحده امسكيها اعملها كده وقلبي، تحسي ان هي متنيه من حته افتحيها. يلا تعالوا بقى على الزيت، تسخن تاكيد ان شاء الله، خلي الزيت سخن معقول. يا ام شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ام شيماء؟ صباح الفل.
صباح الورد من الجمال على اجمل سهره معطره. حبيبتي ربنا يخليكي، عامله ايه اخبارك ايه؟ انا فين؟ تمام زي ما انت تمام بالظبط ان شاء الله. يا رب يا حياتي دايما، يا رب دايما يا حبيبتي. ربنا يحفظك يسعد ايامك ويحسن ما بين ايديكي ويخليكي ويبارك فيكي. امين يا رب على امين احنا وانت. امين يا رب على امين احنا وانت، يا رب احنا وانت يا حبيبتي. تسلمي لي يا رب ويسلم دعاك الجميل، ربنا يخليكي. والله والله يا ندى انا وانا بصلي بدعيلك يا حبيبتي. حبيبتي ربنا يخليكي احنا وانت يا رب، مثل الدعاء نفسه يا رب. الحمد لله الحمد لله يا رب دايما يا رب، وتشكرة جدا 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 ليكي والله. تسلمي لي. والله لا انت فوق الراس حبيبتي، ربنا يخليكي يا ام شيماء. تسلمي لي ولك بالمثل ان شاء الله. اي حاجه تدعيها لي ان شاء الله ليكي زيها بالظبط. ان شاء الله يا رب، واحسن كمان انت عشان تدعي لي. ربنا يخليك، احنا بقى محتاجين كلنا الدعاء على طول يا جماعه. ادعوا كل واحد يقول لي انا عايز كذا، انا عايز. ادعي ادعي قول يا رب ربنا هيسهل لك كل حاجه. اللي عايز ينجح، اللي عايز يجيب حاجه، اللي عايز مستني اي حاجه لو صغيره او كبيره، ادعي قول يا رب. بالظبط. يا سندس اهلا وسهلا. ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ صباح الفل. انت عامله ايه؟ صباح النور الحمد لله. انا بحبك قوي حبيبتي، ربنا يخليكي. انت ايه اخبارك؟ الحمد لله كويس. الحمد لله يا سندس. قولي لي. انا متابعاكي بقالي كتير وبحبك قوي بجد. حبيبتي ربنا يخليكي، وانا كمان بحبك قوي. الوصفات اللي انت بتعمليها. تسلمي لي تسلمي لي. انت عارفه ان اسمك على اسم بنتي؟ بنتي اسمها سندس، انت عارفه؟ اه. تفضلي. يا الله يخليك حبيبتي، احنا لنا الشرف يا جميله يا قمر. تسلمي لي يا رب. قولي لي انت ليك اي سؤال؟ لا شكرا، كنت بصبح عليك بسلم عليك. صباح الفل عليك يا حبيبتي. صباح النور. شكرا ليكي. تسلمي لي. هم كل سمسم ذو الذوق كده، رقيقه كده بالظبط. تعالوا بقى هنا واحنا بنقلي في الكبده، تعالوا نعمل سلطه طحينه بشويه خضره كده. يعني مش هقطع الخضره، لا انا عايزاها تبقى سلطه الطحينه لونها اخضر، بس هي سلطه الطحينه هي هي. يعني عندي طحينه وخل، عصير ليمون، شويه خضره بقى، شبت، بقدونس، كزبره. عايزه حاجه واحده منهم، يا شبت يا بقدونس، اللي عندك اي حاجه موجوده عندك، يا الثلاثه مع بعض ماشي. شويه فلفل حامي او فلفل رومي والثوم بس كده. هعملها ازاي؟ نقول بسم الله. طبعا الكبده ما تقلبيهاش غير لما تستوي، الكبده ما نقلبهاش غير لما تستوي. انا بص انا حطيتها وعادي النار عاليه عليها عادي وسايباها، احس ان هي كده هتستوي، ابدا ان انا اقلبها تمام، ويكون الزيت طبعا بتاعها غزير مغطيها. هناخد هنا الخضره الاول كده، شبت، بقدونس، كزبره او واحده منهم زي ما قلت لكم. افرمها قوي او في الخلاط، ممكن تعمليها في الخلاط على فكره عادي، يعني ممكن تضربيهم في الخلاط بشويه الميه اللي هنعمل بيهم الايه، اللي هنعمل بيهم كده كده. انا في الكبده بعوز شويه ميه عادي، ممكن اروح حاطه بقى الخضره دي في الخلاط، دي تديكي نتيجه احلى من اللي انا هعملها كمان دلوقتي، وبعدين تعملي بيهم الكبده بقى. يا استاذه صباح، ده فلفل حامي على فكره. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك، ازيك يا نوجه؟ الحمد لله. صباح الفل. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحلاوه دي كل يوم بتحلوي. والله انت اللي جميله، ده عينيكوا هي اللي حلوه. دي حلاوه والله، عينيكوا هي اللي حلوه. تسلمي لي. الله يكرمك يا رب. تسلمي لي تسلمي لي. لو عايزه اعمل ليفت ومستعجله عليه، اه ايه رايك لو انا حطيت له ميه سخنه واسيبه لما يبرد اغطيه؟ لا هيتهري. هو اصلا ما بياخدش وقت، يعني انت هتعمليه النهارده هتاكلي منه بعد بكره يومين. بالظبط. يعني كده ما بيستحملش. لا 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 ما بيستحملش خالص. لو عملتي له ميه سخنه يعني مش حلو خالص كمان. هيطرى. هيطرى وهيتهري منك. ومش الطعم الحلو اللي هتعوزيه. مش جايه اسكندريه في حبه مطره، تعالي كده زوري. لازم لازم اجي. بحب المطره جدا. حاجة ان شاء الله ان شاء الله اجي ان شاء الله. لازم. اهلا وسهلا بيكي. الله يخليكي. يا ريت اعرف بس انت جايه امتى وتشرفيني. تسلمي لي يا رب. انت لسه ما عرفتش برضه، اخد بس اجازه من القناه واروح اقعد لي يومين هناك. خلاص هعرف بقى كلامك في القناه. ايوه. تسلمي لي يا حبيبتي. والله بحب المطره موت. حاضر عينيا. شكرا جدا ليكي. صباح الفل عليك وعلى اهل اسكندريه كلهم. واهل المنوفيه كمان، عشان في حد استاذه شيماء اللي كلمتني كمان.
تمام. انا قلبتها اهي واسيبها برضو تاخد راحتها في استوى. هنا بقى اديني ايه، حطيت هنا الخضره وشويه فلفل حي معاها، ونضرب بقى ايه شويه. هو دي مش هتعصرها زي ما انا كنت عايزه، انا عايزه خلاط بس دي مش هتعصرها، بس مش مهم يعني، هحاول قدر الامكان كده ايه اهري فيها شويه قبل ما انزلها على الطحينه. هحط فيها الثوم، هحطها كلها حبه الثوم، واحط معاها بسم الله الرحمن الرحيم شويه خل، ممكن ربنا يكرمها وتتعصر، وعصير ليمون، ليمونه كده عصير ليمونه. عاوزهم تاني دلوقتي برده، بس ايه في حاجه خلو. شفت انا بقول لكم جيبوا لما تيجوا تجيبوا الكبه دي تجيبوا بسكينتين اهي، عشان قلت لكم ليه بقى، عشان دي بتبقى اسهل، مش عايز اطلعها وراكم في الاخر. التانيه اللي كانت معايا التانيه كانت بسكينه واحده تسحب تحت لوحدها، مالهاش دعوه باللي فوق. فرخمه جدا، لازم كل شويه اقعد اقلب فيها. بحاول بقى قدر الامكان ايه اعصرها. بتجري ليه؟ وبيعملها في الخلاط. هي حلوه كل حاجه، خلاط احلى يعني، هي مش وحشه كويسه، بس في خلاط احلى. هنيجي بقى هنا كده هننزل الحبه دول كده اللي انا عملته ده، ما هذه الزروطه، عشان بس نلم الدنيا عشان الشكل مش عاطفي خالص خالص. انا حطيت هنا الخل والليمون بس، الخل والليمون ماشي. طبعا انا بسيب الكبده تستوي حلو جدا، مالكيش دعوه بالراجل تقولي اه ده بيحطها ويطلعها على طول وحر، احنا مالناش دعوه. احنا هنا دي بتبقى الكبده بتاعتنا دي اتخن شويه من اللي عنده، هو مقطعها بحرفيه اكتر ورفيعه قوي، فاحنا عندنا بتاخد سنه وقت في التحمير، وقت مش كبير يعني، بس هو سنه وقت غير للراجل. طبعا لو انت واقفه عند الراجل بتاع الكبده وبتشوفيه بيعملها تلاقيه ينزل ويطلع على طول، بس هو كبدته ورقه ورقه رفيعه جدا ماشي كده. ايه نشتغل على ميه بيضه. بسم الله ناخد بقى كده وهننزل ايه اللي احنا طحناه ده، ونشتغل بيه بقى مع الطحينه عادي جدا كانه مش موجود. ده بقى بيديك ايه، بيديك اللون الحلو، وتستفيد طبعا من الخضره، والطعم كمان بيبقى مختلف جميل يعني. طب بقى جميل صراحة اهو كده اهو، ثانية واحدة دي كده الخضرة اللي عصرناها يعني في الخلاط او في الكبة زي ما انت عايزة، واحط عليها بقى الطحينة وابدأ ازود المية سنة سنة، بس الاول اقلبها وبعدين ازود المية لغاية ما اظبط القوام بتاعها بس كده ماشي. هطلع بقى فاصل واشوفكوا بعد الفاصل، وفاصل ومواصل. على قد الايد، على قد الايد. انكر بقى انكر. حلوه؟ هنا والشيف باكلهم في الفاصل. يقول لي اشمعنى؟ والله قاعده في وسط عيالي في المدرسه، ده يقول لي اشمعنى؟ ده يقول لي اشمعنى؟ طيب تعالوا بقى هنا احنا كده ايه، سويت ده اخر الكبده اللي انا حطيتها ماشي، والكبده الثانيه هي طلعت اللي انا طلعتها من الفاصل، ودول الباقي الحبه الفاضلين. وادي هنا بقى انا عملت ايه في سلطه الطحينه دي اهي، بصوا بصوا جمالها. سلطه الطحينه عاديه جدا خضراء، السلطه الخضراء العتبه الخضراء، عملت فيها ايه؟ شوية الخضرة طحنتهم كويس جدا مع ايه؟ مع
مع خل وليمون وخليتهم يتعصروا في الخلاط ماشي اوكي، وعايز شويه ميه ماشي كده كده زودت ميه للطحينه وبعدين حط عليهم الطحينه وزودت ملح بقى وانتوا في الفاصل على فكره انا زودت ملح ماشي وتوم كمان كنت حاطه توم طبعا مع الخلطه يعني عملت الخضره ومعاها التوم ومعاه الخضره الاول طحنتها حلو قوي وبعدين حطيت معاها التوم والخل وعصير الليمون والملح والكمون وشويه فلفل كل ده حصل ايه لقيت حتى الملح قليل قوي حطيت شويه ملح عليها في الفاصل دقتها حطيت عليها شويه ملح وخلاص وشويه ميه بقى زودتهم لغايه ما ادتني ايه قوام الطحينه اللي انتم شايفينه ده العادي خالص ده طحينه عاديه تمام بس طعمها حلو قوي ما شاء الله صراحه يعني صراحه مش بجاملني خالص مش بجاملني حلوه انا يعني بحبني ومؤمنه بيا جدا بس مش بجاملني بس مش بجاملني حقيقه حقي يتقال تمام اللي وفرناه صرفناه وفرنا زيت في البطاطس صرفناه هنا في الكبده يلا الحمد لله اشيلها بس من على النار وكنت بعمل ايه شويه زيت بس للطحينه كمان هعمل بقى طبق حلو كده للكبده ده بالايه نقلوها عشان تنزل الزيت بقدونس كده بقدونس محترم كده للكبده دي بقى ماشي وهنا سن الزيت للطحينه بس كده جاهزه تمام خلي زيت في النص كده يبقى يتدحرج لوحده بقى اللي عايز من غير زيت ياخد منه على الحروف اللي عايز بزيت ياخد منه نعمل ايه شتا بقى عملنا خلاص الغدا بتاعنا خلص انقل بس الصينيه فوق وتحت كده الغدا بتاعنا خلص عملنا الكبده شفتوا تبلتها معاكوا جواها كده كده متقطعه هتتبلها تبلناها اهو معاكوا اهو بمنتهى البساطه وعملت البطاطس ودخلتها الفرن وحمرت الكبده فد ايه فاقل من ما كملتش نص ساعه ما شاء الله ما كملناش نص ساعه هنزل بس البطاطس دي تحت ودي فوق كده عشان ايه تبقى كلها سوا واحد هي بتستوي ما شاء الله اهي شايفين جمالها تستوي مظبوطه جدا وشويه زيت قليلين جدا يعني ما فيهمش اي حاجه البطاطس كتير اليومين دول واستعملوهم بقى بالطريقه دي لو مش عايزين نحمر اشويهم انا حطيت شويه زيت اكتر شويه من العادي اللي بنحطه علشان ما تلزقش في الصينيه لان لو حطيت زيت قليل بتلزق فخليها هي ايه تاخد بقى زي ما تاخد من الوقت انا ايه مش ورايا حاجه خلصنا غدانا عملنا كبده وعملنا سلطه الطحينه اللي بالخضره اللي كنت ناسياها وعملنا البطاطس الايه المشويه اللي في الفرن طب ما تيجي نعمل مشروب شتوي بقى اهو الراعي الرسمي للشتاء الراعي الرسمي للشتاء وعلى باب المدرسه الحمص الشام الراجل اللي كان بيعمله في حاجه زي القدره كده كبيره واقف بالعربيه قدام المدرسه وبناخد منه حمص الشام انا صراحه ما كنتش باخد بس يعني كان كله بياخد فده حاجه ممكن كنت اشتري دوم كان في بتاع دوم بيقف كنت بشتري منه كنت بشتري ايه تاني كان في حاجه تانيه بتاع دوم كان عنده حاجه تانيه لازم ده حرنكش ودوم كنت بشتري من باب المدرسه اوكي ده لا كنتش برضه صراحه عشان كده بعمله على طول فحمص الشام دي بقى يا اما كيس والكيس مش صحي يا اما كوبايات والكوبايات برضه ما ينفعش حد يشرب مكان حد يا اما كوبايات بلاستيك فكل ده كان مش لطيف يعني خالص بس انا كشري كوبايات بلاستيك كان يا اما كوبايه عاديه ازاز يا اما الكيس فده وده ما كنتش بستلطفهم خالص يعني كانت تبقى عيني طالعه على الشفاطه الملولوه اللي عنده دي كان عنده الشفاطه الازاز ملولوه كده يحطها لهم في الكوبايه ده ولكن استحاله لا ممكن كنت عاجبني شكلها قوي مش عارفه كان بيجيبوها منين ايه الشفاطه الازاز دي مش عارفه شاليمو ازاز تعالوا بقى احنا هنعملها في البيت سهله هتنقعي شويه حمص هتجيبي كيس حمص ربع كيلو حمص ولا حاجه وتروحي نحطهم في ميه وسايباهم قد ما تقدري اللوليله يبقى لطيف جدا يعني بتبقى استوي منك بسرعه جدا ساعتين ثلاثه اربعه ماشي الصبح حطيتيها في ميه واخر النهار بقى في السهريه كده عملتي حمص الشام ماشي طب ايه اللي بعوزه بقى الحمص الشام ده ولا حاجه بصلايه طماطمايه فصين من الثوم
انا بحط له ساعات فلفل حامي وساعات لا، بس فلفل حامي حلوه جدا تمام. بس كده هعوز لها بعد كده بقى ايه، شويه شطه وكمون وملح وليمون طبعا، ده في الاخر خالص بعد ما تستوي عند التقديم، الليمون والكمون والشطه والملح. الملح في الاخر خالص بملحها، بملح كل الحله، انما ممكن سن الكمون كمان، شطه بقى وليمون في الاخر بقى عند في الكوبايات، شطه وليمون في الكوبايات، عشان في ناس تحب شطه قوي، حد تحب شطه كتير كده يعني، حسب ما انتوا ايه عايزين. طيب نجيب حله ونعمل فيها، وطبعا بتبقى ميتها كتير. طبعاً حمص كتير كده ليه؟ انا هعمل حله كل دي كتير قوي طبعا. ممكن تحطيه في الثلاجه 3 4 ايام مش هيجرى له حاجه يعني، عادي لو انت عايز تعملي كميه كبيره حطيها في الثلاجه اعملي عادي جدا. بس هو عم مطر ان هعمل عشان دي حله صغننه، انتوا عارفين لما بيبيعوه بيدوكوا يعني حبايتين ثلاثه تحت كده، صفين من الحمص والباقي كله ميه. احنا لا، احنا في البيت كلها حمص وفوق حبه ميه كده بس. نحط ميه كتير كتير، ميه كتير طبعا. بعد ما بيستلق بتشطفيه ماشي. املي الحله ميه، حط الفرخه في الاوضه واملي الاوضه ميه، نفس الحكايه نعملها هنا، حط حبه الحمص ونملى الحله ميه. بقى عندنا شوربه حمص كتير ومغذيه برضو، خلي بالكم يعني مغذيه جدا، الميه نفسها مغذيه. نحط بقى ايه، بصلايه ممكن لو انت مش عايزه تاخدي بصل في وسطيها، بيقعد فتره على النار، زي انا بكون زي يكون بدمسه يعني، باخد له حبه كده كويسين على النار، ممكن تسيبيها سليمه وممكن تسيبيها ايه متقطعه كده، مش سليمه سليمه، لو حسيتها سليمه عشان اشيلها بفتحها بس كده زي الشوربه، لو انا عايزه اشيلها كده بس فتحيه صغننه كده زي ما بعمل في الشوربه. ما عارفين انا لازم اغطس جوه بس كده تمام. طماطم بقى بناخد واحدتين طماطم عشان اللون، ونقيها حمرا يعني، دي كده مش حمرا قوي بس مش مهم، كل ده هيتهري يعتبر، يعتبر المفروض يعني كل ما تسيبيها على النار، ان انا مثلا بخليها تغلي وبعدين اروح مهديه النار، تقعد لها مثلا ساعه كده على نار هاديه او اكتر كمان. والفلفل الحامي اختياري يا حنان. الو، ازيك يا حنان؟ الحمد لله. عامله ايه؟ حلوه الحمد لله. الحمد لله. قولي لي ممكن بس طريقه الكيكه الاسفنجيه؟ حاضر. حاجه تانيه؟ لا هي دي بس. شكرا. حاضر. عينيا. هناخد كده نخرط لنا كده ايه اربع فصوص من الثوم ولا حاجه. انتوا بتاخدوا بقى هنا، ما نعمل احنا الحمص الشام ده في البيت، ولا اعظم مش هقولك عربيه، ولا اعظم كافيه. شايفين ال، وهنا بس هحط واحد بس كده يدي ايه حرقيه بسيطه، عشان انا كده كده هحط شطه في الاخر عند الكوبايات، راح احطها على النار بقى واخليها تغلي وبعدين اهدي النار عليها، يعني هي كده ايه زي بس تغلي شويه كده وبعدين هدي. انا حاطه حله على النار بس لو بتلحق تستوي هي برده شغاله، فربنا يكرمها يعني. دي انا حطاها من شويه بس مش من شويه كتير. ماشي. طبعا دي لسه هتتهري بقى كده اخر اخر الحلقه بقى، اخر الحلقه. ساعات ممكن اضرب الميه بحبه، اقول لك يعني انا دلوقتي لو انا بعملها كده وكنت نقع ال الحمص حبه كتير او سلقاه كده او كده يعني قبل كده، وعايزه اعمل الطريقه دي برضو، احنا المفروض ان احنا بنحطها على النار كده ونهدي عليها النار ونسيبها ساعه اتنين براحتها لغايه ما تستوي ويبقى لون الميه محمر كده من الطماطم. طب ما حصلش والحمص استوى قوي ولا حاجه، تاخدي بقى من على الوش كده الحاجات دي كلها واضربيها في الخلاط ورجعيها تاني على الحله، ان هي المفروض من سوى الحمص ان هي بتبقى الحاجات دي اتهرت،
البصل اتهرى والثوم والطماطم والفلفل كل ده اتهرى في الفلايه واحده او اتنين بالكثير جدا حسب ما انت عايزه الحرقيه بتاعتها. المفروض ان هي تكون اتهرت اسرع لان طبعا الحمص بياخد وقت اكتر من الخضار، انما لو هي منقوعه كتير او يعتبر مسلوقه او علب حتى اسلقيها معاها تاني وبعدين خدي الخضار ده اضربيه. يعني عندك خيارين بس هو المفروض ان هو بيتحط كده ويتساب مع سوى الحمص بيكون الخضار اتهرى وتلاقي الميه بقت بامبه. يعني افتكر زمان كان غير دلوقتي كمان، يعني احنا دلوقتي عشان افكركم حاضر يعني احنا دلوقتي زي ما بقول لكم كده ممكن تاخد ساعتين، زمان لا، ده زمان كان الحمص يمكن اربع ساعات على النار عشان ننوى نعمله تبقى يعني فرح حفله بقى احنا هنعمل حمص النهارده، بتاخد وقت كبير جدا. انما دلوقتي لا، غير زي العدس بالظبط، العدس ابو جبه والعدس الاصفر ده كان زمان ليه قصه، يعني عشان ناخد عدس اصفر كنا بيقعد كتير جدا يستوي على النار، والله اللي هو ده يقعد حبه كتير على النار عشان يستوي. والعدس بجبه لو لوين نعمل كشري برضه بيقعد يغلي على النار كتير، مش فاهمه ايه اللي حصل، مش فاهمه، بس هو كان زمان بيقعد كتير جدا الحمص والعدس بجبه والعدس الاصفر فتره عشان يستوي، عشان كده مش يعني لا كان واخد مده كبيره. حتى البصاره، حتى البصاره كان الفول المدشوش ده بياخد وقت نحطه على النار مع البصل والخضره والكلام ده ونستنى بقى على ما يتهري، كان بياخد وقت كبير. دلوقتي لا، الحاجات دي بقت سواها اسرع، مع مش عارفه ايه السر، بس بيقولوا مستورد، يعني الحاجات القليات المستورده بتستوي اسرع بيقولوا، هم اللي قالوا لي. معرفش بقى هو هنا بمصر برضو كده فيه ولا لا. وهنا البطاطس اهي خلاص بتخلص اهي، خليها لغايه ما انت ترضي عن درجه التحمير، هي استوت على فكره، بس اخليها لغايه ما انت ترضي عن درجه التحمير بتاعتها. عايزاها لا شكلها محمر قوي كده لسه مطلعاها من الزيت، سيبيها شويه، لا انا كده حلوه وتمام براحتك، بس انا هسيبها كانها ايه، انا عايزه بس اوريكم يعني. بصوا رفنعه قوي احمرت بسرعه ازاي، اهي بصوا محمره ازاي، مش قادره امسكها عشان سخنه طبعا، اهي يعني ارفع واحده احمرت اسرع واحده، التانيين لا لسه شويه، فخليها عادي جدا، خليها لغايه ما نرضى عنها. نرضى عن درجه اللون بتاعتها. بس كده انا هروح بقى ايه اغطي بس على ده، بس يغلي الاول عشان لو بيفور، خلي بالك وانت بتحطي الحاجات دي بتفور، يعني لو غطيتيها هتلاقيها ايه ملت الدنيا، فلا نستنى تغلي ونوطي خالص ونغطي بقى عشان ما ايه ما تفورش معانا، او كبري الحله يعني كده او كده كبري الحله. بس كده ايه تاني هنعمل ايه تاني؟ والله بقى عايزين نعملها سندوتشات الكبده ماشي، عايزين تحطوها تعملي اصل دي طالعه عيش بلدي، يعني الكبده الرده ما بيبقاش مش جواها خالص العيش الفينو، اه ده الكبده الاسكندراني هي اللي جواها العيش الفينو، اه انما الكبده الرده لا عيش بلدي ومع سلطه الطحينه ومية مية. بس كده طيب نطلع فاصل واشوفكم بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل، نغطي بس بقى على دي زي ما اتفقنا كده عشان ايه تاخد راحتها في السوا، مش هغطيها دلوقتي لازم نشيل الريم من عليها. ماشي نشيل بقى البطاطس برده كده شويه لزقت برده عشان انا ما اكرمتهاش في الزيت، بس مش مشكله. بسم الله بص، المكرمه في الزيت بتبقى ايه محترمه. المكرمه في الزيت بتبقى كويسه، بس برضو مهما ياكل حتى مهما يعني نكرمها مش هيجي زي القليه. تمام سهله بسيطه جدا 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 ولا اي حاجه، هو بس زي ما قلت لك كده يعني. بص دي اهي، بص ناشفه ازاي والفرنعه ازاي وهي ناشفه حلوة؟ الحمد لله. هي بس اللي هتلاقيها لزقت،
او عملت سنه ما تكونش خدت حقها في الزيت. فممكن تعملي ايه؟ تروحي حاطه في الزيت في الصينيه، افرشي فيها سن فرش زيت كده محترمه شويه، وقلبي برضو بس في الزيت وتقعدي تفرشيها عليها كده، تضمني ان هي ان شاء الله ايه ما يبقاش فيها اي ناحيه كل طايل سن الزيت. طيب تعالوا بقى دلوقتي انا بس كده دول كده اهو، وادي الكبده على طبعا فرشه من البقدونس. نعمل بقى حاجه حلوه، بسكوت بقى. احنا سايبين حمص الشام ياخد راحته على النار، نعمل بسكوت حلو كده بالايه، بالشوكولاته والقرفه، بكاكاو والقرفه، يعني مش شوكولاته شوكولاته، بكاكاو والقرفه. ده ازاي؟ ده بسكوت حلو كده شتوي جميل جدا مع كوبايه شاي بلبن 100 100. جالي ضيف انا عندي حاجه حلوه بقدمها، مده صلاحيته حبه كتيره، يعني يقعد معاكي اسبوعين او اكتر، اكتر كمان في علبه كده على الترابيزه عادي جدا، يقعد معاكي زي ما يقعد، لا بيقعد كتير ان شاء الله شهر، لا مش اسبوعين بس، بيقعد معاكي على خصوصا في الشتا اللي احنا فيه ده بيقعد اكتر كمان. ده عباره عن ايه البسكوت ده؟ انا هعمل كوبايتين دقيق بس، كوبايتين دقيق، وانت عايزه تكتري كتري زي ما انت عايزه، تمام؟ كوبايتين الدقيق عليهم معلقتين كبار من الكاكاو ومعلقه من الايه؟ من القرفه، الاثنين مع بعض هيعملوا مزيج حلو جدا. يبقى كوبايتين دقيق عليهم معلقتين كبار من الكاكاو وعليهم معلقه كبيره من القرفه، تمام؟ وثلاث ارباع كوبايه سكر بودره، ونص كوبايه من السمنه، وبيضه واحده. حلو الكلام؟ ومعلقه صغيره بيكنج باودر، او كل المقادير معاكم على الشاشه اهي. وسكر خشن بقى للوش، سكر عادي اللي احنا بنشربه في الشاي ده. تمام كده؟ طيب هناخد هنا بسم الله. انا هنا هعملها في الفود بروسيسور ده او محضر الطعام عشان بيبقى اسهل يعني. انا باخد ايه؟ السمنه، ثلاث ارباع كوبايه سمنه. هقول المقادير تاني وانا شغاله. هنعمل ايه؟ ثلاث ارباع كوبايه سمنه. حلو. وكوبايه الا ربع سكر بودره. بصي من كوبايه الا ربع الكوبايه. من كوبايه الا ربع الكوبايه حسب ما انت بتحبي الحاجه مسكره قد ايه. وبيضه. فانيليا. باكو او اتنين فانيليا. ونضربهم. بسم الله. نخلطهم خلط كويس. بعد كده هروح حط كوبايتين الدقيق، معلقه صغيره مليانه بيكنج باودر، رشه ملح، معلقه كبيره قرفه، معلقتين كبار كاكاو، ونعجن ده كله مع بعضه. نشوف بقى هتعوز مني ايه. كله هيبان، ما تستعجليش خالص. اسهل بسكوت، اسهل طريقه بسكوت. وبصي قد ايه هنحضرها، ولا هنوسخ ايدينا ولا حاجه خالص. طبعا ما عندكيش ده عادي جدا، عجنيها بايديكي ولا اي حاجه، مضرب بقى اليدوي، مضرب بالكهرباء، اي حاجه، ده سهل بسكوت مش محتاج حاجه خالص يعني. ريحته جميله، ياه يا على الريحه، ريحه الكاكاو مع القرفه مطلعه حاجه حلوه قوي قوي. لازم كل السمنات بقى اللي بره دي تتلف كلها. طبعا نضرب عليها شويه تلاقي كله هيتلم. ممكن اديها بس ايه؟ يعني نقطة مية، مش نقطة، يعني معلقة. معلقة تجاري الخلاط شايل الوقت بتاعي بس. بس هي خلاص بص
معلقة بس، معلقة واحدة عشان ما ابوظش المقدار. نشوف هيعمل ايه. زيادة معلقة معلقة. بصوا بيتلم اهو، بصوا بيتلم. هو لوحده هيرضف لي الايه؟ معلقة معلقة. شايفينها مش باينة؟ بيلملم بقى وكده، بيلملم لي ايه؟ كل السمنه وكل حاجه في الايه؟ في العجان. بصوا بينضف اهو. هو كده الملم بس، انضف بيه بتاع بس. خلصت خلاص، هي خلصت ما تاخدش وقت خالص يعني، بس هي ايه لفها دي بس. بس نضفت لي الايه الكبه بتاعتي. بسم الله بسم الله. نشكلها بقى زي ما انا عايزه بقى. عايزه تشكليها ايه؟ عايزه تشكليها باي اشكال انت عايزاها. عندك قطاعات اشتغلي قطاعات عادي، الاولاد هيساعدوكي مثلا فيها، فعايزه تديهم اشكال كده فراشه وورده ومش عارفه ايه زي ما انت عايزه. عايزه تعمليها قطاعه مدوره اللي انت عايزاه اهي. ده كده عجينه البسكوت اهي اهي. طبعا احسن نشتغل على ورق الزبده ولا حاجه، لان هي بتبقى ناعمه. عشان نشوف ورق الزبده او كيس بلاستيك. كيس بلاستيك او ورقه زبده، اي حاجه مفيش، اي حاجه نفرش عليها عشان بس ابيع الترابيزه واقدر ان انا. بسم الله الرحمن الرحيم. اشيل بيها البسكوته من على الترابيزه. تعالوا بقى كده اهو. حاضر. بس كده اهي هنفردها ونقطعها. قطعها بقى ايه؟ انا هقطعها مستطيلات ماشي، بس رفعي لان هي هيبقى ليها ايه سمك. شفتوا بقى انا ايه كيس بلاستيك او ورقه عشان اقدر احركها زي ما انا عايزه كده. هيبقى ليها سمك يعني هتنفش كده في الفرن، فلازم اعمليها رفيعه. بسم الله. ماشي. وبعدين قطعها وكل الزياده دي هلمها، يعني مشرشر ده كله مش هخليه انا، بس كده عشان اشوف ايه انا هعمل فيها ايه. هاخد كل الحروف دي كده والمها. وابقى عجنها تاني ماشي، وحاولي ان هي تاخد ايه سمك واحد. انا مش عايزه تتحركي، ولا اسهل من الكيس ده بس مش مشكله كده. حلو برضو عشان ايه تبقى
اهو واخد دي برده بقى كلها كده. تعالى ده كمان عشان ما جاتش مظبوطه. حلو الكلام اهو كده. ايه خليناها مربعه. تعالى نحط عليها السكر بقى احنا عايزينه. حط على الوش سكر. ده يبقى حلو قوي فيها. حاضر تمام. وايه وبالشابه بالراحه كده نضغط عليها تمام اهو كده. وهنروح واخدين كده وكده. هضغطنا بالراحه خالص ونعيد تاني بقى على دي كده. تبقى كل واحده فيها ايه السكر بتاعها. لو النشابه اثرت معاكي في الشكل اعمليها بالشكل ده كده بس خلاص تمام. بس كده هنقلهم بقى في صينيه. مش بكيسهم طبعا. هنقلهم في الصينيه ايه واحده واحده كده اهو. لا هي من غير اي حاجه. هي اهي كده بس كده تمام. هطلع بقى فاصل واشوفكم بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل. خلصنا غدانا، خلصنا الحلو بتاعنا، وخلصنا كمان مشروب الليل الجميل اللي تحب تشربه في الشتاء في قد ايه؟ ما شاء الله. ساعة وربع يا جماعة. ساعة وربع ما شاء الله. أهم حاجة نجهز. أهم حاجة إن احنا نجهز حاجتنا، ده أهم حاجة، تمام؟ المشروب اللي قدامنا ده قعد أكتر لأن أنا كنت مجهزة أكتر قبليها يعني فترة على النار، إنما الحمد لله كله خلص في وقت قياسي جدا. ما والله يا جماعه اسهل كتير ما هتروحوا ايه تشتروا من بره. عملنا ايه مع بعض؟ نرجع بقى اول حاجه احنا عملناها الغدا بتاعنا ده المشروب. عايز كل مشروب انا عارفه. احلى حاجه في الليله يعني. عملنا الايه؟ عملنا الكبده اللي بالرده اللي عملناها بال اللي عملناها زي ما شفتوا احنا شكرا شكرا. الشفاطات بتاعتي دي ايوه حلوه جدا مش ازاز ولا حاجه اهي. خليها لازم احطها ان شكلها ايه دي؟ يبقى عامل شفاطات ورق. ماشي خليها هنا شفاطات ورق كمان اللي هي مع الطبق اللي ياخدها على طول في ساعتها. عملنا مع بعض ايه بقى؟ الكبده اللي بالرده اللي تبلناها وبعدين سبناها تتبل اللي هي بالثوم والملح والكمون والخل ده اساسي فيها وسبناها تتبل. بعد كده ايه اللي قدمناه معاها تاني؟ البطاطس المحمره المشويه مش محمره البطاطس المشويه اللي شويناها في الفرن. اللي عملناها ازاي؟ اللي يا دوبك قلبناها كده في شويه ملح وفلفل وزيت بس خليك كريمه شويه في تقليبه الزيت بس وبقت محمره وزي الفل بس مشويه في الفرن يعني. تمام بسيطه جدا. هي منها مش عارفه نسميها ايه؟ لا هي محمره ولا هي مشويه؟ يعني المشويه ما فيهاش زيت والمحمره مش محمره فهي نقولها اسم نقولها اسم تاني تمام. عملنا ايه كمان؟ عملنا سلطه الطحينه الخضراء اللي عمل دي بقيه الوجبه يعني اللي هي عملنا خضره ورحنا مقلبينها حلو قوي عصرناها طحناها اي حاجه وبعدين حطينا لها بقيه المكونات كاني بعمل سلطه الطحينه عادي جدا جدا جدا. شوفوا الاعاده عشان تشوفوا كل حاجه فيها تمام. لا البسكوت معانا اهو. ده البسكوت اللي عملناه بالسكر. عملنا البسكوت وحطينا له السكر عليه بعد ما شكلناه وبالراحه كده تطبي عليه ومهما تعمل مفيش فايده خلاص تمام. ولا الهوا. وبعد كده رحنا عاملين ايه؟ رحنا واخدينه وحاطينه في الفرن بعد ما حطينا له السكر وطبطبتي عليه بالراحه عشان ما يقعش منه عشان مش حاطه له اي ماده لاصقه خالص. بس كده. وعملنا كمان الحمص الشام. وطبعا شفتونا عملناه من اول الحلقه او من قبل اخر الحلقه وخلاص على كده. وكده خلصت حلقتنا النهارده. يا رب تكون عجبتكم واستنوني في حلقه جديده من على قد الايد. نجلاء الشرشابي الى اللقاء. Thank you.